عدن، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، أيضا معي عبد القوي العزاني مراسل القناة من تعز. عبد القوي، أهلا وسهلا. نعم، تعز وكما هي العادة انتفضت هذا اليوم أيضا وقالت كلمتها دعما للشرعية ودعما لليمن الاتحادي الجديد. حدثنا عن مظاهرات أو تظاهرات تعز اليوم. نعم، مسيرة اليوم والتي خرجت رفضا لشرعنة الانقلاب وتأييدا لموقف القيادة السياسية الرافض للحلول المفخخة التي جاءت في المبادرة الأخيرة للمبعوث الأممي ولد الشيخ، مسيرة اليوم تعد أكبر مسيرة منذ انفجار الحرب وأيضا ومحاولة الميليشيات الحوثية اقتحام مدينة تعز. هذا الخروج الكبير هو تعبير عن رفضهم لهذه المحاولات اليائسة لشرعنة الانقلابيين وتفخيخ السلم الاجتماعي وأيضا ترحيل الصراع إلى دورات قادمة أكثر عنفا وأكثر دموية وليس تحقيق سلام حقيقي ودائم كما قالت هذه الجماهير اليوم في شعاراتها ولافتاتها. نعم عبد القوي، أهم المضامين التي حملتها المظاهرات اليوم والرسائل والشعارات. نعم، هو أيضا هذا الخروج كما تحدثت هو تأييد للقيادة السياسية والشرعية ممثلة برئيس الجمهورية ونائبه ورئيس والحكومة الشرعية بشكل عام ودعما لموقفهم الرافض للمبادرة التي تقدم بها ولد الشيخ، هو تأكيد عن رفضهم لأي قفز فوق الثوابت الوطنية التي أجمع عليها اليمنيين، المبادرة الخليجية، مفرقات الحوار الوطني، وأيضا القرار الأممي الصادر من مجلس الأمن 22/16. نعم، أيضا عبد القوي حدثنا عن الجديد العسكري ميدانيا. هناك أخبار تفيد أن أو تصريح للقائد العقيد الركن منصور الحساني أن المقاومة والجيش الوطني تقدموا في مواقع جديدة في ثعبات والشقب وجبهة الأقروض والخلل وجبل راسن ومواقع في الصلب. حدثنا عن هذه المستجدات. نعم، كما أكدت اليوم الجماهير رفضها لهذه الميليشيات والمشروعها الانقلابي، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الميدان يثبتون أيضا أنهم أن الحسم هو طريق الحل وليس المفاوضات. كما تحدثت كان هناك تصريح للناطق باسم الجيش الوطني عن تقدم في مديرية الصلب وعن استعادة مناطق كانت قد سيطرت عليها الميليشيات قبل أيام وأيضا في منطقة حسنات في جبهة ثعبات كان هناك تقدم، كان هناك قتلى وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات، كان هناك أكثر من 17 أسيرا في مديرية الصلو كما تحدث ناطق الجيش الوطني. نعم، عبد القوي العزاني مراسل القناة من تعز، شكرا لك، كنت معي عبر الهاتف أيضا.